اكسيون. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه لا فيديو هذه جديده من برنامج الكوتش. نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الموضوع سبيسيال. كل شيء تهضر على النجاح، الكتابه، الفيديوهات، لي زارتيكل، كل شيء باغي ينجح، كل شيء كيوري للناس كيفاش يديروا باش ينجحوا. قلت انا مع راساتي ما يمكنش كل شيء ينجح، كاينين ناس اخرين باغين يفشلوا وحتى هما بغينا نعاونوهم ونعطيوهم لي زاستيس وكيفاش يديروا باش يفشلوا في الحياه. دونك اليوم غادي نبارطاجي معكم 10 ديال الحاجات تقدروا ديروهم باش تفشلوا بطريقه علميه مضبوطه وما تريسكيوش انكم تنجحوا. تنشوف عينين شي وحدين فيكم انهم فرحانين بهذا الموضوع بزاف، حيت كانوا تيتسناو من شحال هادي وتا واحد ما قال لهم كيفاش يديروا باش يفشلوا. وكاين ناس اخرين انا عارفهم غادي يبارطاجيو هاد لا فيديو اولا غيطاقيو صحابهم اللي بالنسبه لهم هاد لا فيديو هادي غادي تنفعهم بزاف. قبل ما نبداو لا فيديو نبغيكم تابوناو فهاد لاشين يوتيوب اولا فهاد لاباج فيسبوك على حسب فين كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، انكم ديروا لايك وتبارطاجيوها مع اصحابكم الى عجبتكم اولا الى كنتو كتظنوا ان شي وحدين غتعجبهم هاد الفكره هادي، طاقيهم لتحت ديال هاد لا فيديو هادي. يلا على بركه الله نبداو الموضوع. اول حاجه خصك دير باش تكون فاشل وفاشل من درجه فارس في الحياه هو انك ما خصكش تكون عارف راسك شنو باغي. خلي الاقدار هي اللي تجيب لك داكشي اللي بغات. انت ما بغيتي والو، ما تسنى والو، ما تحط هدف لوالو وما تتمنى والو. خليك دون لو فيت. ثاني حاجه ديرها باش تكون فاشل في الحياه ديالك هو انك خصك ترتاح. الراحه عرفتي ملي كتفيق حتى 12 وتبقى سهران سوغ فيسبوك وترتاح وتفيق من الناس وتزيد ترتاح شي شويه. قمه السعاده هي انك ترتاح وتنوض تحرك شي شويه، تفطر ولا تتغدى ودير لا سياستا عاوتاني وتنعس. ورد البال واحد المساله مهمه بزاف، هاد الحاجه اللي غديرها اليوم عاود ديرها غدا وديرها بعد غدا وبعد غدا، وخليك مواظب عليها. ما تفرطش فيها ولو ان الناس يجيو يقولوا لك راك عيقتي خاصك دير شي حاجه، ولو ان والديك خوتك صحابك يبقى فيهم الحال ويفكروا لك قول لهم انتم ما تعرفوش حسن مني شنو خاصني ندير، خليوني مرتاح. ثالث حاجه خصك ديرها هو انك تبقى متبع الاخبار ديال كل شيء، يكون في اخبارك كل شيء على كل شيء، ما تزقل حتى حاجه. ومن تسالي بالتلفازه حل الانترنت عاوتاني وتبع داك المواقع الاخباريه، شوها فضيحه ودخل في الفيديو وفيديو يديك الفيديو واحد اخر، وراه تقدر تكتشف شي حاجه في الفيديو الخامس. ومن تسالي كاع وطفي هادشي كامل تخرج جلس في راس ديال الدرب وبدا تسول على هذاك مالو، هذاك شنو دار، هذيك مالها، هذيك فين مشات، هذيك مع من مشات. ما تزقل حتى حاجه في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ماليزيا، في امريكان، في المانيا، في مكان في العالم. خصك تكون او لا تكوني في اخبارك كل شيء. رابع حاجة خصك تمشي مع الناس اللي تيبكيوك، ما تمشيش مع الناس اللي تيضحكوك. سير مع الناس اللي تيقولوا لك ان العالم فيه الالام، ان العالم مظلم، ان السياسة خرجت علينا، ان كل شيء ولا خايب، ان بكري كانت النية واليوم ما كاين والو، ان المغرب غادي للحيط، ان العالم غادي يريب، كل شيء خايب. هادو من الناس اللي عارفين. اما دوك الناس اللي تيجيو تيقول لك ان الله اني عند ضبني عبدي بي، قول له هذاك الشيء هضره خاويه. اللي جا عندك وقال لك ان الامل في الحياه هو اللي كيخليك تزيد وتعيش في الحياه، قول له انت كذاب. ما تسمعش لهذوك الناس اللي تيزوقوا لك الحياه وتيلونوها وباغيين يشوفوا فيها الجانب الزوين، ما تسمعش لهم. سمع لدوك الناس اللي تيقولوا لك الحقيقه المره على هاد الحياة المظلمة. خامس حاجة خصك او لا خصك ديريها او لا ديرها هو انك تحاول ما امكن انك ترضي كل شيء. خص كل شيء يكون راضي عليك. اسمع ليا، راه
الا ما رضاش عليك واحد في العائله ديال اولا غير واحد في صحابك اولا غير واحد في الناس اللي دايرين بيك ولا تيعرفوك فانت راك ما غاديش مزيان. خص كلشي يرضى عليك وباش كلشي يرضى عليك اي واحد قال لك شي حاجه قول له اه، اي واحد طلب منك شي حاجه عطيها ليه، اي واحد بغى ياخذ منك شي حاجه عطيها ليه، اي واحد داك سير معاه ما تخسرش الخاطر عافاك، ما تخسرش الخاطر الا بغيتي تفشل في الحياه ديالك بليز. سادس حاجة، أي واحد تلاقيتيه دار شي حاجة في حياته نجح في شي حاجة في حياته غالبا خاص تكون موراه شي حاجة عاوناتو، يا إما بيستون يا إما داير شي جريمة يا إما سارق يا إما ماشي مزيان. قلب وبحث، خاصك تكون كونان المتحري الذكي باش تعرف داك السيد اللي نجح كي دار تنجح، ماشي شنو دار باش نجح، شنو هي الحاجة اللي استغلها ولا كيفاش دار باش نصب على شكون باش ربح ديك الحاجه ولا نجح ديك الحاجه. غالبا غالبا كن على يقين ان كاين شي حاجه تما كيكلوش والدور ديالك انت كانسان باغي يفشل في الحياه ديالو انك تلقى ديك الحاجه وقولها للناس كاملين باش تقنعهم بان هذاك السيد ولا ديك السيده ما مزيانش. سابع حاجه، خاص تكون مصاحب مع كل شيء، اي نوع ديال البشر مزيان، كل شيء مزيان، كل شيء خصو يكون صاحبك. دور بك الناس بزاف، دور بك الناس الكبار الصغار المتفائلين المتشائمين اللي كيقول هضره زوينه اللي كيقول هضره خايبه اللي باغي المستقبل يكون زوين اللي ما باغي والو من الحياه اي واحد. ثامن حاجه خصك ديرها صديقي صديقتي اللي باغي يفشل بكل عزه وكرامه، هو انك ما تمشيش تبقى تشري دوك الكتوبه ديال كيف تصنع هذا وسبع عادات وثمان بصالات، ماشي مالك ما دير به، ما تقراش هذوك الكتوبه دوك الفيديوهات ديال تيديكس ولا ما نعرفكم الناس كتعاود داكشي ديال النجاح وهذا. شوف خليك مرتاح، سمعش لا دوك الناس هذوك راه عندهم تاثير غيجروك، ولا مشيتي سمعتي لهم هضره تفكر داكشي ديال النجاح ولا سميتو بدا تخط ما عندنا على التماره كامله. علاش خليك مرتاح مزيان، مشي تشري كتاب من هنايا تصدق قريت وليت بغيت تشوف فيديو شويه تبغي تطبق داكشي شويه بدا يصدق لك شي شويه وبدا تقلب. خليك معنا الله يرضى عليك، بديتي معنا كمل معنا، حنا ناس باغين نفشلو بدراعنا وداكشي غادي نديروه بقواعدو. تاسع حاجه وهذه خاصه بنا كشعب مغربي كيحافظ على الهويه ديالو، داكشي ديال تيبقى يهضروا معنا بالفرنسي وحدين تيهضروا باللونجلي، اشوف الهويه العربيه الامازيغيه المغربيه صافي داكشي ديال اللغات، علاش نديرو باللغات؟ علاش نتعلمو هاد اللغات؟ واش غنطورو حنا باللغات ديال الناس الاخرين؟ لونجلي فرونسي المانيه هداكشي ديال هي ما عندك ما دير به، اللغات ما عندنا ما نديرو بهم مصالحين الوالو في هاد البلاد. واخا تيبقاو يعقدوك تيقول لك لونتروتيان راه كيدوز اون فرونسي، لا خصك لونجلي باش دير الدكتوراه، لا راه لونجلي لغه العلم، وهاديك الهضره كامله راه تيحاولوا يغريوك بها باش تمشي تتعلم لغات اخرين وثقافات اخرين وتنفتح وتمشي تعاودش ترجع. واخا كاينين فرص الشغل والشركات جايه من برا وهادشي اللي ولا اقتصاد عالمي ومربوط مع بعضياته، حنا ما عندنا سوق، حنا يديروا لنا داكشي ديالنا اولا ما خدامينش. وعاشر حاجه واخر حاجه واهم حاجه في هاد لا فيديو هادي هي تبقى تشوف هاد لا فيديو هادي كل نهار باش ما عمرك تنسى هاد القواعد المهمه باش تفشل ونفشلوا كاملين بطريقه علميه منضبطه ومنهجيه. بقى تفرج في هاد لا فيديو هادي دائما فيما تجيك الخطر ديالك انك تفرج شي فيديو اخرى بدا بهادي الاولى باش تحسنك، عاد سير تفرج داكشي الاخر اون فوا تسالي قول عندنا مش تراجيب ارجع تفرج في هاد لا فيديو هادي باش تحسنك وعاود عاوتاني سير تمشي. دائما هاد لا فيديو هادي وبارطاجيها مع صحابك اللي بغيتيهم يفشلوا في الحياه او اللي باغين يفشلوا في الحياه وما عارفينش كيفاش يديروا ما لقاوش شكون اللي يعاونهم باش يفشلوا في هاد الحياه هادي. وعندك تشوف الفيديوهات الاخرين ديالي حتى هما يا راه ما يصلحوش ليك، لان داكشي كامل انا اللي درت ديال الفيديوهات تنادم معايا الحال وهادي النتيجه اللي وصلت ليها بارطاجيتها معاك في هاد لا فيديو هادي. الفيديو ديال هاد النهار سالا، نتمنى تكونوا فهمتوا الرساله، ما تنساوش انكم تبارطاجيوها وتابوناو في لاشين وديروا لايك لاباج فيسبوك كريم كانوت ولاباج فيسبوك ديال الكوتش، تبعوني في انستغرام في سناب شات في لاشين يوتيوب هادي ولاشين يوتيوب الاخرى اللي كندير فيها لي فلوغ. مرحبا بكم الا كنتوا اول مره تتفرجوا فينا، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله مع موضوع جديد من هنا للفيديو الجاي. تهلاو في راسكم.